بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم هو اليوم الثاني من عيد الفطر المبارك، يعني 7 جولاي 2016. وقد وضعت البارحة الملف، تقريبا جزء من الملف الكبير الذي قد يحتوي على 700 صفحة، هي عبارة عن مراسلات، مقالات، مقابلات مع قادة العراقيين، رسائل أرسلتها إلى ما بيني وبين السفارة العراقية في نيويورك أو في واشنطن العاصمة هون، ثم في السفارة العراقية في الأردن، وذهابي مرات عديدة جدا إلى بغداد، ومحاولتي إيقاف الحرب وإقناع العراقيين بالخروج من الكويت، حيث كنت رئيس اللجنة العربية الأمريكية ضد التدخل العسكري في الخليج، أو بالذات ضد التدخل الأمريكي. أنا كنت أريد الحل بحل سياسي، وأنا اعتقدت أنه العراق وقع في فخ حتى يدمروه، وما يقال يعني يرجع إلى القرون الوسطى. والذي دبر هذه المؤامرة كلها هو اليهود، هما المؤيدين لإسرائيل في داخل أمريكا، على أساس أنه العراق كانت خطر على إسرائيل وليست خطر على أمريكا. وطبعا ذهبت إلى العراق، هذا من كله مفسر، واستعملت كاميرا CNN لأول مرة، وأذكر أنه طلعت في طيارة صغيرة من بغداد إلى الكويت، وهذا كله مفصل. وبعدين يعني حاولت أني أمنع الحرب ضد العراق، وخاصة في المرة الثانية، لأنه قد تكون المرة الأولى بعض التبريرات، لأنه كانت العراق محتلة الكويت، يعني قد تكون ذلك مبرر إلى حد ما. ولكن المرة الأخرى، في المرة الثانية، عندما غزو العراق القوة الأمريكية الغاشمة ووصول هؤلاء الخونة على الدبابات الأمريكية في بغداد، هذا لا يمكن يبرر بأي حال من الأحوال، وإنما الصهيونية هي التي خطط لهذا الشيء، وما يسمون بالمحافظين الجدد في الولايات المتحدة الأمريكية هم اللي خططوا إلى هذا العمل، وأقنعوا الرئيس بوش الابن على أساس أنه في هناك أسلحة دمار شامل. هذا كله كلام سخيف جدا، وأنا اكتشفت هذا الشيء، أنه ما في يعني أسلحة مدمرة على الإطلاق. كله اقرأوا يا جماعة، واقرأوا كمان في هناك لحظات لا يمكن أنساها على الإطلاق. أول الشخص اللي كان مسؤول عن الملف الأمريكي في رئاسة الجمهورية في بغداد في العراق، كان إنسان يسمى محمد عبد الرحمن الفلوجي بما آخره. أنا تعرفت عليه وقابلته أنا في بغداد في أوتيل الميليا حتى، اللي هو المنصور، وكان هذا المقابلة كان 2002، يعني قبل الحرب بحوالي 6-7 أشهر. ومرة ثانية قابلته في شهر يناير 2003 قبل الحرب بعدة أشهر. هذا إنسان كيف يمكن أن يكون مسؤول عن الملف الأمريكي، عن الملف الأمريكي في ديوان رئاسة الجمهورية، ولا يعرف يفرق بين واشنطن العاصمة وواشنطن الولاية اللي أنا بعيش فيها، لأنه بده يمتحنني. قال وصار يسألني أسئلة تتعلق في واشنطن العاصمة على لينكولن ميموريال، مش عارف إيه لأخي. فأنا استغربت، أنا قلت له واشنطن اللي هي الولاية هي في آخر الغرب، واشنطن دي سي هي في أواخر الشرق. فهو تراجع شوي وانحرج، والحقيقة هذا إنسان خائن، هذا إنسان
يعني حاول يعتقلني ويؤدي الى 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 السجن. هذا الحكم في شهر شباط 2003 قبل الحرب حوالي شهر. اقرأوها يا جماعة، اقرأوا كل التفاصيل هاي مشان تعرفوا انه مؤامرة كبيرة. ومين اللي خطط لهاي المؤامرة؟ طبعا هي اسرائيل، لانه العدو الرئيسي كان الى الفلسطينيين والى العرب والى المسلمين والى اي وحدة عربية هي اسرائيل، كانت ولا تزال وستظل. ولذلك يمكننا اثق بهذه الدولة، وكل من يتعاون مع هذه الدولة المغتصبة لفلسطين هو مجرم وخائن. ما بهمني يكون من الأردن ولا المغرب ولا دولة الإمارات ولا مصر ولا سوريا، ما بهمني أنا. أي واحد يتعاون مع هذه الدولة فهو خائن لبلده ولوطنه ولقوميته ولدينه وللإنسانية كلها. هذا بالنسبة لي أنا أعرف هذا الشيء. وطبعا يعني في أمور مهمة جدا، يعني مثال على ذلك أنا حكالي اللي هو حامد حمادي اللي هو اللي كان مسؤول يعني سكرتير الرئيس صدام حسين، قال لي جاء هنا وأنا حاضر، أجا رسالة من الملك حسين، يعني واحد مرسل من هناك من الملك حسين ملك الأردن، وبيقول له إنه إذا أنتوا يعني on behalf يعني الولايات المتحدة الأمريكية بعثت رسائل ناس عن طريق الملك حسين، انه اذا عملت علاقات دبلوماسيه مع اسرائيل نتركك في حالك يا صدام حسين. يعني مما يدل انه ما هي قضيه مخاطر امريكا ولا على الاطلاق، قضيه هي قضيه مبادئ، قضيه سياسيه على اساس انه بدهم صوتوا الى اسرائيل، يعني بدهم يقووها بهذا الشكل. وانا حاولت عن طريق الفريدوم اوف انفورميشن اكت اللي هي حرية الإعلام هنا في أمريكا، أنا بعثت رسالة إلى وزارة العدل مشان أطلب هاي الأشياء السرية اللي صارت بما يتعلق إنه يبعثوا الملك حسين مشان يتوسط مع صدام حسين. لحد الآن تصوروا سنوات عديدة ما جاءوا، ما حصلت على الإجابة منهم على الإطلاق، لأنه بيعتبروها أسرار كبيرة جدا. يا جماعة أنا هذا اللي بقول لكم إياه. وبعدين مع الأسف الشديد أنا أقول إنه يجب أن تكشف هاي الأشياء كلها على الأشخاص اللي ساعدوا والدول اللي ساعدت في تحطيم العراق، طبعا على رأسها العائلة السعودية من أيام الملك فاهد إلى الملك عبد الله. أنا رحمة الله عليه كان الملك فيصل هذا شخصية فذة ممتازة جدا، والملك خالد كان إنسانا جيدا، ولكن بعد ذلك كلهم جماعة فاسدين ما بهمهم إلا مصلحتهم الشخصية فقط إلى آخره. وطبعا إيران ساهمت، والأسباب اللي ساهمت فيها إيران لأن عندها حقد جدا على الرئيس صدام حسين السابق. والحقيقة أنا أحيانا أعذر الإيرانيين لأنه هو اللي هيئ الحرب ضدهم، وهناك عشرات الألوف من الإيرانيين اللي سقطوا في المعارك في مناطق البصرة والمناطق إلى آخره. وهذا طبعا أنا بالنسبة لي كان خطأ كبير هذا جدا. وكانت في بداية الثورة الإيرانية كانت ثورة ممتازة. أنا رحت هناك مشان أفكر الرهائن، واجتمعت مع هاشم رفسنجاني كان هو سبيكر أوف ذا بارلمان رئيس البرلمان وفيما بعد أصبح رئيس الجمهورية. أنا حاضر، كانوا متحمسين للحرب في فلسطين، ولكن بعد ما العراق حاولت تدمرهم، حاولت تأخذ الأماكن اللي بدهم إياها هاي في الجنوب العراق، تغيروا وصاروا بدهم ينتقموا من العراق ومن صدام حسين ومن العراق بشكل خاص، يضعفوا العراق إلى درجة إنه ما تقوم إلها قائمة. ومين اللي ساعدوا في هاي الحرب ضد إيران؟ أنا بقول لكم بصراحة الكويت والسعودية ودول الخليج. هذا كان خطأ استراتيجي يمكن يغفر له على الإطلاق، ويجب هؤلاء الأشخاص اللي ساهموا بهذا تدمير العراق أن يقدموا إلى المحاكمة، وإن كان حكم الله عليهم الآن كبير جدا في جهنم الآن، هذول اللي حاولوا يدمروا العراق لمصالح شخصية جدا ووقعوا في الفخ إلى أمريكا، وهذا اللي ساعدوا إسرائيل. وفي الوقت الحاضر مين اللي بيساعد إسرائيل أكثر الناس؟ هو هذا المجرم عبد الفتاح السيسي. ومين اللي بيساعد المجرم هذا المجرم عبد الفتاح السيسي؟ دول الخليج
وعلى رأس السعودية والإمارات وإلى آخر. وأنا أطلق على دولة الإمارات دولة المؤامرات الآن، لأنه بصراحة ما عايزين لا ربيع عربي ولا عايزين نهضة للأمة العربية. ولذلك أنا أقولكم يا إخواني، أنا بوجه كلامي إلى الشباب، إلى الشباب من الرجال والنساء في العالم العربي، يا أخي انفضوا عنكم الغبار هذا. إحنا جيل اللي يعني أنا منه هذا جيل الاستسلام، جيل يا سيدي يا سيدي، جيل المنافق المنافقة، جيل اللي بيقول لك يا صاحب السمو يا صاحب المعالي، دولة الرئيس، دولة ديش أقول عنها خرا، ألا كلها هنا مساواة. يعني رغم أمريكا هنا مشاكل من وزارة من ناحية السياسة الخارجية، لكن الناس سواسية. أي إنسان نسميه مستر، الرجل مستر، أنا بقول عن بس خاطب الرئيس أوباما ما بقول له إكسلنسي، بقول له مستر بريزيدنت الرئيس. والواحد شحات في الطريق بيجي عندي بخاطبه مستر، نفس الشيء. إذا بنت مس ولا مسز وإلى آخره نفس الشيء، أنتوا نفس الشيء، لا إلا عطوفي وصاحب السعادة وصاحب الخرى وصاحب كل شيء. انفضوا عنكم الغبار، خلي أنتوا يكون عندكم هنا هالقوة على أساس أنه بدكم أنتوا تنفضوا عنكم الظلم والطغيان، بدكم تكونوا متساويين. الرسول عليه السلام قال المسلمون تساوى كأسنا المشط، يعني إحنا أصلا ابتعدنا عن الحقائق اللي هي موجودة في ديننا. وكمان آخر إشي، أنا أنتقد كثير من هالمحطات الفضائية اللي أنا بشوفها باستمرار، MBC ومش عارف من الكلام الفارغ هذا، إنه بيخلطوا دائما باللغة العربية والإنجليزية والمحطة اللبنانية، كأنه يعني ما عندنا عربي. إحنا أعظم لغة في الدنيا كلها، أساس اللغات كلها هي اللغة العربية. وبعدين مرات بيجيبوني على الفيسبوك ناس كاتبين قال إنه إيش باللغة العامية، أنا ما بحبهم هذول وبحال ألغيهم يكونوا أصدقائي لي. ما عايز، احكي يا أخي عربي. وبعدين أنا كمان بنتقد الجماعة اللي بيبعثوا لي فلان مين اسمه البوريني، يا أخي قولكم من بورين. أنا عايز الشخص وأبوه وجده مشان أعرف مين هم هذول، لأنه أنا من بورين كمان، أنا اسمي محمد حسن محمود سعيد، حتى البوريني اخترعوها في الآخر، هاي أجت كلمة البوريني. يعني ليش؟ قال مشان يعني يعظم الواحد إنه إحنا بلد، إحنا بقبيلة. وإيش يا أخي أنا عارف، انفضوا عنكم هاي الغبار وهاي الأشياء التافهة هاي اللي بتصير. على كل حال أرجو إنه تطلعوا على هاي واقرأوها باللغة العربية، هناك ملف كامل جدا. والحقيقة إنه شيء يعني يثير مرات في الخواطر، إنه كيف هؤلاء الجماعة اللي حاولوا دمروا العراق، هم من العراقيين أنفسهم هؤلاء الأقزام، أنا هذول اللي ساهموا في تدمير العراق، أنا بشبههم زي أولاد ابن الأرقم، مش الأرقم لا العلقمي، هذا الخائن هذا أيام الحكم العباسي، أعتقد المستنصر هذا اللي جاب هولاك والتتر وجماعته، بسموه ابن العلقمي، هذا المترب هذا الخائن، هذولا كمان اللي ساهموا في تدمير العراق، هذولا أولاد العلقمي كلهم. على كل حال أنا حبيت أقولكم اقرأوا بالتفاصيل، شيء بتحتاج إلى وقت حتى تهضم هاي الأمور كلها، لأنه أنا رحت على العراق مرات عديدة جدا وعملت فيديو على أساس يبين أنه كيف يمكن تجنب الحرب حتى في آخر لحظة، وهذا كله موجود هناك. وكنت حتى أني مشان أتقرب من صدام حسين كنت خطبت بنته اللي هي رغدة، اللي هو معروف قصتها، اللي قتلوا جوزها وأخو جوزها لأنهم أجوا على الأردن وعملوا شيء ضد العراق أو ضد صدام حسين إلى آخره. أنا طلبت إيدها، كان الحكي هذا في فندق المنصور ميليا عام 2002، أعتقد كان في شهر أكتوبر في شهر 10. وكنت أنا أساس إيش بدي أتقرب منه من شان أقنعه، أول شيء وجه الرسائل أنا كتبتها له إلى الشعب الأمريكي، عارف كيف أمريكا بتفكر، وبعدين في نفس الوقت أحاول أقنعه إنه يدعو إلى 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 انتخابات رئاسية، وأنك لن تكون المرشح على الإطلاق، يعني ادعو لهذا وبعدين اطلع من بغداد. أنا كنت حاب أجيبه على عمان في حالة صار في زواج مع بنته، على أساس إني بعمل
إني أجيب هناك وأحاول أمنع الحرب هاي المدمرة اللي جابت كل المشاكل للعراق. هذا العراق هذا لؤلؤة الحضارة العربية كلها. هذا العراق، العراقيين من أعظم الناس اللي أنا قابلتهم في حياتي، ولكن مع الأسف هذا اللي حصل كله عبارة عن مؤامرة. وحتى رحت على إلى أربيل وحاولت أقنع الجماعة هذول، جماعة الأكراد، إنه لأنهم الأكراد دخلوا فيهم إسرائيل والحكومة الأمريكية دخلت فيهم مشان يساعدوا في تدمير العراق من جهتهم. على كل حال هناك كثير شيء لازم نتعظ، لازم نسمع لها، ويكون هناك اتعاظ في المستقبل. وفي الوقت الحاضر أنا لا أؤيد هذه القضية، قضية من يكون يعني من شيعي أو سني وجميع النوع، لأنه أنا ما لاحظت هذا أيام زيارات المتكررة للعراق إنه هناك هالفرق الشاسع بين سني وبين شيعي. وأكثر الناس اللي كانوا مع الرئيس السابق صدام حسين كانوا شيعة إلى آخره. على كل حال أنا من الجماعة اللي عرضوا البعث العربي الاشتراكي، لأنه أنا في طبيعتي كإسلامي أنا ما بحب الأحزاب القومية كلها. وبعدين في نفس الوقت يعني أنا بالنسبة لي أنه بدي الأمة العربية تكون موحدة ووقفة صلبة أمام أي تدخلات استعمارية أمام إسرائيل، هاي الدولة المعتدية. على كل حال هذا اللي أنا بقوله، هذا مقدمة للأوراق الموجودة بقدم لكم إياها في الفيسبوك بتاعي، ولسه أشياء كثيرة لم موجودة في الويب سايت بتاعي، اطلعوا عليها وقرأوها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.